واهلا بيكم في الفقره دي بقى هنتكلم عن السباحه للاطفال، ومش بس للاطفال، لا للاطفال الرضع. ايه ده؟ يعني ممكن الرضع البيبيات الصغننه تاخد سيشن سباحه؟ يعني ينزلوا يعوموا بجد كده؟ اه الظاهر فيه فعلا. احنا نرحب النهارده بالكابتن محمد الزغوي، محاضر ومدرب سباحه. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، منورني. نورك، ربنا يخليك. ايه بقى القصه دي؟ الموضوع منتشر في بعض الدول الاوروبيه، في الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا وبلجيكا واستراليا وفي روسيا. كل حمام سباحه في روسيا فيه سباحه رضع، لكن هنا في مصر مش منتشر خالص، او بقاله 6 7 سنين بيبدا ان هو ينتشر، ولحد دلوقتي منتشر وهيفضل ينتشر موجود. يعني ابتدى من 6 7 سنين في مصر انه ينتشر؟ بنسبه بسيطه يعني. تمام. ودلوقتي بنعمل دورات مدربين كتير قوي، وبنعتمد من جهات كبيره في مصر، وكنت بعتمد من دورات وانا بعملها برضو من روسيا، من جهه في روسيا او اكاديميه كبيره في روسيا. والحمد لله الموضوع بدا ان هو ينتشر بطريقه كويسه جدا يعني. تمام. ممكن اعرف الاعمار بيبتدي من امتى تقريبا؟ انا ببدا مع الاطفال من عمر شهر، من عمر 35 يوم بالظبط ببدا معاهم تدريب. بجد؟ طب دول اللي اتولدوا تحت المياه اسهل ولا لا اي بيبي رضيع؟ لا عادي اي بيبي، وفي اطفال طبعا بيكون عندها مشاكل، وفي اطفال بيكون عندها مشاكل صحيه، مش ان هم مش حابين المياه بس، والاطفال كتير. احنا بقى بنجيب بقى الحاجات دي، بنبدا احنا بيها، بنقابلها كلها. الطفل اللي مش حابب المياه بنبدا ان احنا نحببه في المياه. في اطفال كتير عندها مشاكل، انا اوريدي بعمل علاج مائي لاطفال حديث الولاده والرضع، ما بلاقيش حد او مش لاقي حد بيعمل علاج مائي خالص في الوطن العربي كله او حاجه لحديث الولاده للرضع تحت السنتين، سنه 5 شهور، المشاكل كتير عندهم. زي ايه يعني؟ ده بيعالج ايه مثلا؟ في اطفال بيجوا لي، انا اوريدي كنت اخصائي علاج مائي للكبار 2018 و19، من 2019 بدات ان انا اكون اخصائي علاج مائي وتاهيل للاطفال حديث الولاده والرضع. في اطفال من عمر السنه وقبل السنه بيكون عندهم ملخ ولاده، بتكون ايديهم كده من خلال الولاده، فاحنا بنعمل تاهيل وانا بعمل تاهيل كتير، وبنراعي المدى الحركي للمفصل للطفل ولدراع الطفل، وبنراعي سن الطفل، بنراعي حاجات كتير قوي، فبنعمل تاهيل والطفل بيرجع دراعه لمكانه الطبيعي. بنتابع ولي الامر بيتابع مع دكتور العلاج الطبيعي، العلاج المائي حطوا له العلاج الطبيعي الاساسيه، فمهم جدا لكبار وصغيرين. كنت بعمل الكبار لخشونه ركبه، لتضايق في الفقرات، فقرات قطنيه، فقرات عنقيه، صدريه، ايا كان المشكله، رباط صليبي، بيكون في تاهيل قبل العمليه وبعد العمليه. العلاج المائي حطوا له العلاج الطبيعي الاساسيه، فمهم جدا جدا في حاجات كتير. بيكون في تقوس ثقيل للاطفال، عندهم تقوس في الثقيل، عندهم تاخير مشي، الحاجات دي كلها بتجيلي وبيجولي حالات زي كده كتير، فبنعمل لها تاهيل وكده. طيب انا احب الحقيقه ان احنا نشوف صور. نشوف يلا بينا شوف الصور، احكي لنا بقى. انا مش شايله كده ازاي اصلا؟ ده التمرين، بنمسك رجل الطفل، طبعا في تمارين كتير بالنسبه للتقويات والجانب البدني للطفل، الجزء السفلي والجزء العلوي، الدراعات وكده. في تمارين تانية بنعمل، الطفل بيبدأ من عمر شهرين أو 3 معانا، بنعمل تقويات للرجل وكده، الطفل بيقف قبل ميعاد وقفه، بيمشي قبل ميعاد مشي، فبيكون بدنيا بيكون كويس أقوى. جدا، أقوى من أي طفل، 3 أضعاف الطفل اللي بيتمرن سباحة. وفي برنامج صحي بنعمله للطفل زي الدايفنج والمساج المائي، حاجات كتير بنعملها مع الأطفال، فصحيا الطفل وبدنيا بيكون أقوى 3 أضعاف الطفل التاني مش بيمارس سباحة. فالأطفال تحت الـ3 سنين ونص او 3 سنين بشكل خاص مفيش حاجه ليهم، مفيش رياضه ليهم، فراغ طاقتهم في ايه؟ فالموضوع جديد ومختلف كويس جدا. طب معانا صور تاني؟ يلا نشوف الصور. تمام اتفضل. لا ده فينش كده. ده كده ايه يعني؟ باز ستارت، حاجات كده ايه؟ بس عشان يتعودوا عليها. كبيره ومهمة. طب نشوف الصوره اللي بعدها؟ دي واخدة شهادة كمان ما شاء الله، ده عمر ايه؟ 3 شهور؟ بالظبط، بياخدوا معايا شهادات بنعتمدها من قوات مسلحة وأماكن وكده، إن هم وصلوا الليفل. أيوه أنا عايزة أشوف الصور دي اللي هي بقى الصور والبيبي فعلا في المية. في كمان حاجات زي كده، الطفل بينقذ نفسه وبنرميه بره البسين، في قفز السكة 5 متر. 5 متر للبيبي؟ بس 2 3 بس معايا وصلوا لمستوى كويس يعني. يعني من سن كام بتحذفهم؟ فبلاش نعرض الفيديو ده عشان خاطر ما يحصلش مشكلة. طب ايه من سن كام؟ دول بيبقوا عندهم 2 سنين او كام شهر، بقى 2 سنين بس. عارفين ان هم دلوقتي بالظبط بقى لهم فترة بيتمرنوا. بقى لهم فترة بيتمرنوا، محدش عمل الحركة دي خالص. وبينقذوا نفسهم.